من الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كلنا تابعناها موضوع الزلزال اللي أصاب إخواتنا في سوريا وفي تركيا. أعزائي لكل المتوفيين وقلبي عند كل المصابين. الزلزال ده فيه علماء فسروه بشكل جيولوجيا. أنا الحقيقة كان ليا واقفة كده وقلت ربنا بعت لنا رسالة يا رب نعرف نقراها. أنا قريتها. طب قولي لنا بقى قريتها. إجابة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أنا قريتها، حد قال لي ده ربنا غضبها علينا، قلت لهم لا لا لا، أوعوا تقولوا كده، ده غضب ربنا، إحنا فين وغضب ربنا فين؟ لكنها رسائل ربانية. رسائل إيه؟ ربانية. ربانية، لأن الغضب ده حاجة ما يحتملهاش بشر. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يحب حد يبتليه، فلما يحب بشر، لكن فيهم بعض الناس تفعل المعاصي، فينا ناس بتعمل الذنوب ومش عايزة تتوب ومش عايزة ترجع، فربنا يديها رسائل ربانية. بعض الناس حست بالزلزال طب وناس معلش كتير ما معلش حستش. معلش خليني اقف بقى عند كل كلمة، اتفضلي. عشان كل كلمة هتمسني اكيد هتمس ناس بيتفرجوا علينا. تمام. احنا بشر واحنا خطائين وبنعمل ذنوب. ما هو لما نعمل ذنوب، يعني ربنا مش قال ان هو لو استغفرنا هيتوب علينا؟ صحيح، لما نتوب هيتوب علينا ويتقبل منا ويمحي لنا الذنوب اللي في الصحيفة بتاعتنا ويخليها كلها بيضة. ازاي الكلام ده؟ والله العظيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. مالهم بقى؟ طب ثانية واحدة، مستني. لا أصل في التليفون اصل اللي جاي دي مهمة قوي. طيب معلش يا علياء استني شوية استني معلش. يا علياء، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل السيئات تروح، ما هو توبة ويبدلها حسنات. طبعا مش ده القرآن؟ توبة وعمل صالح، فربنا يبدل السيئات حسنات. عشان كده قلت لك ما تقطعنيش في نص أنا الكلام. أسفة، أصل اتفضل قالوا لي عالية معانا وأنا اتفضل. أكيد عندها طيب علياء ايوه مساء الخير. أهلا يا حلوة، ازيك يا جميلة، اتفضلي. دلوقتي انا عايزه اسال دكتور نيفين، احنا اتفضل. دلوقتي بقينا في وضع لدرجه انه الشباب بقت مستهتره بسبب المخدرات وعدم التربيه والاهمال، يعني بسبب حاجه زي كده عربيتي اتخبطت وهي راكنه في مكانها من شباب معرفش بقى هم متعاطين ايه او كده، وعمر يعني سنهم كمان صغير 14 سنه و15 سنه. اي سؤالك ايه يا علياء؟ انا دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ وكمان انا دلوقتي مثلا حاجه زي دي انا عربيتي اتبهدلت جامد، هل مثلا في موقف زي ده انا ينفع اقبل عوض من ناس زي دول او ان انا يصلحوا لي عربيتي او كده؟ حقك. وبرضه ايه الكلام يعني ايه اللي المفروض نعمله علشان نبطل الظاهره دي من عندنا؟ يعني الموضوع بقى صعب جدا.